عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا برايك عشان يوصل لكل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ونبدأ: لحم الفراخ البيضاء الكيلو ب29 جنيه ل30 جنيه، لحم الفراخ الساسو الكيلو ب45 جنيه ل46 جنيه، لحم الفراخ البلدي الكيلو ب35 جنيه ل36 جنيه، لحم أمهات أبيض الكيلو ب21 جنيه ل22 جنيه، مع العلم بأنه يتم إضافة من 15 جنيهات على أسعار الكيلو حتى يصل إلى المستهلك. أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت فهي كالتالي: كتكوت أبيض عمر يوم 5 جنيه وربع ل5 جنيه ونص، كتكوت ساس عمر يوم 5 جنيه ل5 جنيه ونص، كتكوت بلدي عمر يوم من 3 جنيه ل3 جنيه وربع. بالنسبة لأسعار البط فهو كالتالي: كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 6 جنيه ونص ل7 جنيه ونص، كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 14 جنيه ل15 جنيه، كتكوت بط مولارد عمر يوم 15 جنيه ل15 جنيه ونص، كتكوت بط فرنساوي 24 جنيه ل24 جنيه ونص، لحم بط مسكوفي 47 جنيه ل47 جنيه ونص، لحم بط مولارد من 31 جنيه ل32 جنيه ونص. اما بالنسبه لاسعار الرومي فهو كالتالي: كتكوت رومي اسمر عمر يوم 16 جنيه ونص ل17 جنيه، كتكوت رومي بوم عمر شهر من 16 جنيه ل16 جنيه ونص، كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16 جنيه ونص ل17 جنيه، كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمره 45 يوم من 44 جنيه ل 44 جنيه ونص. اما بالنسبه لاسعار السمان فهو كالتالي: كتكوت سمان اسمر بري عمر يوم 2 جنيه وربع ل 2 جنيه ونص، كتكوت سمان ابيض هجين عمر يوم 2 جنيه و75 ل 3 جنيه، كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم من 5 جنيه ونص ل 6 جنيه. اما بالنسبه لاسعار البيض فهو كالتالي: بيض احمر الكرتونه ب 65 ل 66 جنيه، البيض الابيض الكرتونه من 65 ل 66 جنيه، البيض البلدي الكرتونه من 66 ل 67 جنيه. وبهذا قد اوفيناكم باسعار الدواجن في مصر اليوم الاحد 4 سبتمبر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الدرس ودعمنا برايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.